اوكي اكزامبل الثالث اعطيكم اياه ديتيرماين الكتون اند هولز كونسنتريشن فور سيليكون اند 300 كلفن If Fermi level is 0.22 electron volt above the valence band energy level, N sub V 1.0 × 10⁻¹⁰ N I هي قيمته 0.02 above the balance band يعني مستوى الطاقة فيرمي فوق البالانس باند بمسافة فيرمي ليفل هو 0.22 الكترون فولت above the balance band يعني مستوى الطاقة فيرمي فوق مستوى البالانس باند بهذا القيمة يعني E فيرمي ناقصا E صف V يساوينا 0.22 طبعا هنا أنا عندي N صف V تركيز effective density of balance band الكثافة الفعالة للمستويات N sub V في البالانس باند كثافة الفعالة للمستويات بالبالانس باند هل لقيت معطيك اياه وال NI تركيز الالكترون intrinsic electron concentration في السيليكون تركيز الحاملات الأصلية في السيليكون اللي هو 1.5 أول شيء عندي EF ناقصا EV EF مستوى طاقة فيرمي فوق البالانس باند بمقدار 0.22 ويساوي EF ناقصا EV يساوي KBT لين NV على البي البي ليش هنا كنا بي لان هنا أنا هو اصلا الفيرمي ليفل وين موجود فوق البالانس باند اذا انا عندي شنو تركيز فجوات انا لازم احسب تركيز فجوات ال NV مستويات يعني طبعا من المعادلة NV عندي معلومة معطيك اياها 0.4 يبقى البي اللي هنا البي مين نقدر نعوض عن الهول الفجوات هو اللي اكو اذا ذرات قابله ليش اكو ذرات قابله هي تساوي البي اذا انا ممكن اعوض عن البي بالذرات القابله ان اي ليش هو احنا قلنا الاي اف يساوي ناقص الفالانس ما يساوي 0.22 بالمعادله والان في على بي البي هو الفجوات ممكن ان يكون يساوي تركيز القابلات لانه الالكترونات سوف تنتقل من البالانس باند الى الاكسبتر ليفل الى مستوى القابل اللي تولد قريب من البالانس باند فيترك خلفها فجوات هاي الفجوات تساوي الذرات القابله الموجوده في المستوى القابل القريب من البالانس باند فاذا بي يساوي ان اي البي تايب اذا 0.22 يساوي 0.025 هاي التابل ديزاين في الدي اللي هو 0.025 لان الان في على ان اي اذا الان في على ان اي كنسبه حيصير عندي من قيمته 4914.77 اذا طبعا انا عندي الان في معلومه ويبقى الان اي مجهوله اذا ان اي ويساوي تركيز الفجوات لأنه يساوي 1.04 × 10⁻¹ على 4914.77 ويساوي 2.12 × 10⁻¹ اللي هو تركيز الفجوات هول كونسنتريشن أو ممكن يساوي أكسبتون أوتمز الذرات القابلة عدد كثافة الذرات القابلة اكسبتون اوتمز كونسنتريشن تركيز الذرات القابله عندي معادله انا اعطيتكم اياها سابقا ان تركيز الحاملات تركيز الالكترونات اذا ضربناه في تركيز الفجوات يساوي تركيز الحاملات او الكارنت دنسيتي انترستنج كارنت دنسيتي سكويرن تركيز الحاملات الجديد في تركيز الفجوات يساوي تركيز الحاملات الاصليه سكتوريا في يساوي تركيز الحاملات الأصلية تابعي N I سكويرن إذا ضربنا تركيز الإلكترونات في تركيز الفجوات يساوي تركيز الأصلية للحاملات N I سكويرن إذن ال N I هو مال مادة السيليكون إذا من عندنا إذا نطلع تركيز طلعنا هنا الفجوات إذا هنا نطلع تركيز الإلكترونات N I 1.5 على في 10⁻¹ سكويرن على التركيز الفجوات 2.12 × 10⁻¹ فيطلع تركيز الإلكترونات هي 1.02 × 10⁻¹ نسوي بس مقارنة بين تركيز الفجوات وتركيز الالكترونات تلاحظون هنا 10⁻¹ هنا 10⁻¹ إذا تركيز الفجوات أقوى إذا السيليكون مالي هو من النوع هذا السيليكون هو
ومن نوع البي تايب سيليكون وليس ان تايب سيليكون، من مقارنه بين تركيز الفجوات والالكترونات. الاكزامبل الاخير سيليكون دوبينج ويت 10^16 واحد على سنتين تكعيب او تيمز من الاوف ارسنيك. ارسنيك هو هنا الزونيخ يسمونه الارسنيك اي اس. كالكوليت كايرال دنسيتي اند فيرمي ليفل 300 كلفن ان سب سي 2.8 × 10^19 ان اي للسيليكون 1.5 × 10^19 فورون سيليكون. سيليكون سوينا له عملية تشويب في الذرات الأرسنيخ الزنيخ اللي 10^16 واحد على سنتيم تكعيب. احسبوا لي كثافة الحاملات أولا ومستوى طاقة فيرمي، طاقة فيرمي وين إذا هذا مستوى شوبنا وين يصير مستوى طاقة فيرمي. المعلومات المعطاة الـ NC والـ N-Donon لأن هذا مشوب في التشويب من نوع الخماسية التكافؤ أرسنيك هي خماسية التكافؤ فهي N-Donon اللي يساوينا طبعا الـ N يساوي N-Donon كنا دائما لأنه حيتولد مستوي مانح للذرات وجود قريب من الـ EC هو يساوي تركيز الإلكترونات اللي حتنتقل من المستوى المانح إلى الكونتكشن باند. فـ N تركيز الإلكترونات اللي حتنتقل إلى الكونتكشن باند يساوي الـ N-Donon اللي هي ذرات الزرنيخ 10^16 واحد على سنتيم تكعيب. زين عندي N-Donon، عندي الـ Ni intrinsic carrier density of silicon تركيز الحاملات الأصلية في السيليكون عندي 1.5 × 10^19 وعندي الـ N-Donon. إذا أقدر أطلع من عندن حسب هاي المعادلة المهمة طبعا جدا الـ N تركيز الإلكترونات في تركيز الفجوات تساوي تركيز الحاملات الأصلية تربيع Ni سكويرد لمادة السيليكون. فهنا أطلع تركيز الفجوات حسب Ni سكويرد على N-Donon لأن قلنا الآن كنا يساوي N-Donon فيطلع 2.1 × 10^4. لاحظ بس المقارنة إنه هذا السيليكون شنو من أنواع هنا 10^16 المانحة اللي يساوينا N 10^16 N تركيز الإلكترونات الفجوات اللي بيها كميتها 10^4. إذا نوع السيليكون مالي هنا شنو نوع N تايب أو B تايب هو N تايب. ليش؟ لأن تركيز الإلكترونات أكثر من تركيز الفجوات. هسه حل تركيز الحاملات طلعناها كارو دنسيتي طلع بقى عن طلع فيرمي ليفل نسبة الى فيرمي ليفل الاصلي. فيرمي ليفل with respect to conduction band خلي اول شيء نحسب مستوى فيرمي ليفل with respect to conduction band. ليش؟ يعني مستوى فيرمي حيكون قريب من الكونتكشن باند فال EC ناقصا EF هاي المعادلة حسعمل EC ناقصا EF ساوي ذات بروتوزنفيتي لان ال NC على N. NC انا عندي هو كثافة الفعالة ما اعطيكم اياها ياتا NC الكثافة الفعالة effective density of state in balance in conduction band NC اللي قيمته 2.8 × 10^19 على ال N-Donon أو ال N لأن N يساوي N-Donon نعوض بهن فـ AC نفسا EF يساوي 0.0295 لأن 2.8 × 10^19 على 10^16 فيطلع 0.206. إذا المسافة بين ال conduction band مستوى فيرمي جديد على EF E sub F E sub C المسافة بيناتن E C ناقصا E F يساوي 0.206 الكترون فولت هاي المسافة بيناتن. هسه إذا أريد أحسبها للمستوى فيرمي الأصلي تفيرمي ليفل وتسبكت انترنسك فيرمي ليفل E F ناقصا E I E F اللي مستواها أعلى إلى E I E F ناقصا E I يساوي تاب وتزمان تي لين N على N I ال N عندي ال N I عندي على N دونان ونفسه 0.0259 N-Donon على N-I نعوض بين 10^16 إلى 1.5 × 10^19 ويطلع E فيرمي ناقصا E-I 0.35 المسافة من المستوى فيرمي الجديد ومستوى فيرمي الأصلي هذا بياته المسافة 0.35 وشكرا لكم.